للمزيد حول هذا الموضوع معنا مدير مكتب الحدث في باريس حسين قنيبر وفي فرنسا. مساء الخير لك حسين. قرار المجلس الدستوري الذي يعني ينقض بعض بنود ما تم إقراره من البرلمان، ماذا يعني؟ هل هي أصلا سابقة تحصل؟ مساء الخير لارا. هي ليست سابقة بالمعنى الحرفي، سبق للمجلس الدستوري أن اعترض على دستورية بعض القوانين، ولم يكن مفاجئا أن يتخذ المجلس الدستوري هذا القرار الذي من شأنه أن يعيد الأمور كثيرا إلى الوراء، خصوصا بالنسبة لأقصى اليمين الذي كان اعتبر قبل صدور قرار المجلس الدستوري، كان أقصى اليمين اعتبر لدى مصادقة مجلسي الشيوخ والنواب على قانون الهجرة واللجوء الجديد أن الأمر انتصار إيديولوجي لهم، ولكن الآن مع إسقاط المجلس الدستوري، وأنا هنا أمام مقره كما تشاهدون، هذا هو مقر المجلس الدستوري الذي أصدر القرار. بعد إصداره هذا القرار بإسقاط العديد من بنود القانون الجديد، قانون الهجرة واللجوء الجديد، العديد من البنود التي كان أقصى اليمين خصوصا هو الذي اقترح تعديلات بشأنها، هذا الأمر سيعيد الأمور إلى الوراء بالنسبة لأقصى اليمين. من بين أبرز التعديلات التي أسقطها المجلس الدستوري لارا أكتفي بأربعة. الأول يتعلق بتلقائية الحصول على الجنسية الفرنسية بالنسبة للمهاجر الذي بالنسبة للمولود في فرنسا من أب وأم مهاجرين كان يحصل تلقائيا على الجنسية الفرنسية طالما أنه ولد في فرنسا وعاش فيها حتى سن 18، الآن لا يحصل عليها حتى لو كان مولودا في فرنسا، لن يحصل عليها إلا إذا كان أقام لمدة 5 سنوات في فرنسا بدءا من سن 11، وإلا إذا كان مقيما في فرنسا لدى بلوغه سن 18. بالنسبة للمساعدات الاجتماعية للمهاجرين الواصلين حديثا، لن يكون بإمكانهم الحصول ماليا على كامل المساعدات الاجتماعية إلا إذا أقاموا في فرنسا لمدة 5 سنوات على الأقل، وإذا عملوا فيها لمدة 2.5 عام على الأقل. أيضا شرط يتعلق ببند يتعلق بلم الشمل العائلي أسقطه أيضا المجلس الدستوري، كان ضمن القانون الجديد لم يكن بإمكان المهاجر أن يستقدم شريكه أو أولاده إلا إذا كانت مضت على إقامته فترة 24 شهرا بدل 18 شهرا سابقا، أسقط أيضا المجلس الدستوري هذا التعديل الذي كان طلبه أقصى اليمين. وأخيرا أسقط المجلس تعديلا يتعلق بحصول بل بضرورة تقديم الطالب الأجنبي من خارج دول الاتحاد الأوروبي مبلغا ماليا يسمى احتياطي العودة، هذا المبلغ يضمن عودته إلى بلاده لدى انتهائه من فترة الدراسة، هذا المبلغ المالي كان عبئا على الطالب، نص عليه أيضا القانون الجديد، وهذا البند تحديدا أسقطه المجلس الدستوري الذي أسقط 49 بندا واعتبر أن 32 بندا لا علاقة لها بقانون الهجرة، وأن 37 بندا يجب تغييرها جزئيا أو كليا من ضمن قانون الهجرة الجديد لارا. شكرا جزيلا لك حسين على كل هذه الإيضاحات من باريس. إذن مدير مكتب الحدث في فرنسا حسين قنيبر.